يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون وصفة مميزة. اليوم رح نعمل مع بعض خبز الصاج، ورح نعمل كمان شاورما بخبز الصاج. وصفة شهية، تابعوها من قناة أطيب الوصفات وتعالوا نشوف خطوات العمل. في البداية هون رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج 3 كاسات من الطحين، ورح نحتاج كمان 2 كبار من حليب البودرة، بالإضافة إلى 2 كبيرة من السكر و 2 صغيرة من الملح. رح نحتاج 2 كبيرة من البيكنج باودر. بهيك عندي المواد الجافة صارت جاهزة. هلا هون رح أخلطهم كثير منيح مع بعض. بعدين هون رح أنزل الزيت. بالنسبة للزيت هون أنا استخدمت الزيت النباتي، ورح نحتاج 2 كبار. هلا هون رح أبلش بالعجن. بالنسبة للعجن هون رح أستخدم المي. تقريبا هون استخدمت 1.25 كاسة من المي. شغلة مهمة بالنسبة للمي عنا هون، لازم تكون دافية، والمي هون لازم تحطوها كمان على مراحل، لأنه نوع الطحين بيختلف. وهون رح نحط المي حسب حاجة الطحين. رح أحكي شغلة هون مهمة بالنسبة لحليب البودرة، في حال مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا 1 كاسة من الحليب السائل. بتستبدلوا 1 كاسة المي ب1 كاسة من الحليب السائل. نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة متماسكة طرية. رح أحكي شغلة كمان مهمة بالنسبة للعجينة، حاولوا أنها تكون معكم طرية، يعني ما تشدوها كثير بالطحين، لأنه وقت لما نيجي نركها رح نركها بالطحين حتى ما تشد معكم. هلا هون رح أتركها ترتاح تقريبا مدة 1/4 ساعة، وبعدها رح أشتغل فيها. الخطوة اللي بعديها هون رح نحضر لخلطة النقع. بالنسبة لخلطة نقع الشاورما هون رح نحتاج 4 ملاعق كبار من المايونيز، ورح نحتاج كمان 4 ملاعق كبار من الكاتشب، بالإضافة إلى 2 كبار من لبن الزبادي. البهارات اللي رح نحتاجها هون، أكيد هون رح نحتاج الملح بالإضافة لبودرة الثوم، ورح نحتاج كمان الفلفل الأسود وربع 2 صغيرة ملاعق من الهيل المطحون. والعنصر المهم هون رح نحتاج بهار الشاورما. طبعا بهارات الشاورما ممكن تلاقوها عند العطار. واخر اشي هون رح احط 2 كبيرة من الخل الابيض، او ممكن تحطوا عصير الليمون 2 كبيرة. بحركهم كثير منيح، وبعدين هون رح انزل الدجاج. بالنسبة للدجاج هون رح نحتاج 1 كيلو من صدور الدجاج. انا هون قطعته مكعبات صغيرة. بحرككم كثير منيح، ورح اترككم منقوعين بالخلطة تقريبا مدة 2 ساعة. طبعا هو الافضل انكم تنقعوها اقل شيء مدة 6 ساعات، او تعملوها قبل بيوم تعطيكم نتيجة احسن. هيك عندي العجينة بعد ما ارتاحت تقريبا 1/4 ساعة. هلا هون رح ابلش اقطع فيها. رح احكي شغلة مهمة بالنسبة للعجينة، اكيد ممكن تستخدموا الخميرة الفورية بدل البيكنج باودر. بتحطوا 2 صغيرة ملاعق من الخميرة الفورية. طبعا اذا استخدمتوا الخميرة الفورية لازم هون تتركوا العجينة اقل شيء 1/2 ساعة انها ترتاح، بس انا بفضل انكم تستخدموا البيكنج باودر حتى ما تنفش معكم العجينة. هلا هون رح ابلش اقطع فيها. بالنسبة للتقطيع هون انا قطعتها تقريبا 11 كرات طلعت معي. حاولوا انه حجم الكرات عندكم ما يكون كبير. طبعا هون رح ارش عليهم طحين، ورح اترككم يرتاحوا تقريبا مدة 5 دقائق، وبعديها رح ابلش اشتغل فيهم. بالنسبة للرق هون، يعني لازم تستخدموا الطحين، بيساعدكم كثير بالرق. طبعا في البداية بتحطوا كمية من الطحين، وبنفرد الكرة شوي شوي، ولازم تحافظوا انها ضلها معكم على شكل دائري. طبعا لازم تكون معنا هون رقيقة. رح اورجيكم خملها. هيك عندي صارت جاهزة. هلا هون رح احطها على الصاج. رح احكي شغلة بالنسبة للصاج هون، انا استخدمت صاج الكهرباء، واكيد ممكن تستخدموا الصاج اللي ممكن تحطوه على الغاز، وفي حال مش متوفر عندكم الصاج ممكن تعملوها بالقلاية. طبعا في حال استخدمت الغاز بيكون عنا في البداية على الحامي، بعديها بتوطوه على النص حتى تلحق انها تستوي معكم. اول ما تستوي معنا طبعا بنكون محضرين منشفة، وبنحط الخبز جوا المنشفة حتى انه يكون معنا طري.
طبعا هيك الخبز بضل معكم طري ما بنشف ابدا. طبعا هاي الكمية اللي طلعت معي وهيك عندي الخبز صار جاهز. الخطوة البعدية هون رح نحضر الشاورما. اكيد هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي ورح نحتاج معلقة صغيرة من الثوم المهروس. طبعا بنحط الدجاج مع خلطة النقع كاملة، بنقلبهم مع بعض حتى يستوي عند الدجاج. قبل ما تنشف عندي مية الدجاج هون رح أعدل الملح ورح أحط تقريبا معلقة كبيرة من دبس الرمان، بيعطي نكهة كثير طيبة للشاورما. وبتركهم هون حتى تنشف عندي مية الدجاج، وبهيك عندي الشاورما صارت جاهزة. أكيد ممكن تدخن الشاورما، بتحطوا قطعة من الفحم زي ما بدكم. عندي هون خلطة دهن الساندويش، هي عبارة عن المايونيز والثومية ومعلقة صغيرة من دبس الرمان. طبعا الثومية هون رح أحط لكم رابط تحضيرها أسفل الفيديو. في البداية أكيد بندهن الساندويش بالخلطة اللي إحنا عملناها، بعدين هون رح نحط الدجاج، رح أستخدم المخلل والبطاطا، وآخر إشي هون رح أرجع أحط شوي من خلطة الدهن، وبعديها بنلفها كثير منيح. ما تتخيلوا ريحة الخبز بجد شهية. هلا هون رح أحطهم على الجريل حتى إني أسخن الخبز. بهيك عندي صاروا جاهزين، رح أقطعهم وأجهزهم للتقديم. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى انها عجبتكم، بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك للفيديو لدعم الفيديو، ما تنسوا كمان الاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم الف عافية.